Hey, Joe, how are you doing? I'm good. What about you? I'm great. What about you? Good. Hey, wait. Don't drop that here. So, can I drop it over there? What? Are you kidding? No. What's your problem, Muhammad? My problem is you. Me? Yeah, you. Why? Why? I didn't do anything. Nothing, just drop a letter on the floor and acting like nothing happened. But you know there is a cleaner here who will sweep when we leave. Yeah, I know that, but the teachings of our Islamic religion don't urge us to do so. I never know about that. So let's listen carefully to the word of our teacher now. See you, our dear friends. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إن الإسلام عانى عناية شديدة بالنظافة، قال تعالى في كتابه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدع يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت، حتى نحافظ على المياه من التلوث ولعدم تأكدنا من نقاء اليد. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نلقي القاذورات والنجاسات في طرق الناس أو في الأماكن التي يرتكن إليها الناس للظل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: ومن لعانان يا رسول الله؟ قال: الذين يتخلون في طرق الناس وفي ظلهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أي الذين يلقون القذرات والنجاسات في الأماكن التي يرتكن إليها الناس في الطريق أو يستظلون فيها. لذلك عانى الإسلام عناية شديدة بالنظافة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا الفهم في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.